طبعا كقدوم أول طفل لك إحساس يعني جميل وطوف إشارات الحلم. الحمد لله يعني قدومك كان قدوم خير لي وللعائلة. الوالد أعتبره صديق ويعني ما في حواجز بيننا. أبوي صبور وأبوي إنسان ملتزم. أشوف نفسي فيه وحاول أني أعطيه بعض النصائح اللي تساعده أنه يبدأ حياته ويتجاوز الأخطاء يمكن أنا سويتها في بداية حياتي العملية. اشتغلت في أدنوك وشركات العاملة ما يقارب 31 سنة واعتبر أنا ابن أدنوك وشركاتها. طبعا ما يخفى على أحد يعني المعيشة في دولة الإمارات في بداية الاتحاد وقيام الدولة كانت في صعوبات وكان في العيش طبعا مو مثل رغد العيش اللي احنا عايشينه الحين. اتحاد دولة الإمارات يعني من أهم الإنجازات الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له كان يتفائل ويرى الخير في شعبه. الإمارات أم للجميع، وعاء احتوانا، نشأنا فيه، تربينا فيه، ولدنا فيه.